على خط الحراك الدولي الواسع للخروج بليبيا من نفق الأزمة، يبدو إجراء الانتخابات في موعدها هدفاً أساسياً. فقد أكد المغرب مجدداً أن الالتزام بهذا الموعد يعد مفتاحاً للحل. وأمام ضيفه الليبي رئيس مجلس النواب عقيل صالح، شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية في الإعداد للاستحقاق الانتخابي. المفروض بعد 6 أشهر بالضبط في 24 دجنبير تكون انتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، واللي غادي تكون واحد يعني هي المرحلة الحاسمة في مسألة الشرعية في ليبيا وتمكين الليبيين من انتخاب مؤسسات رئاسية وبرلمانية تمثلهم. من جهته أقر صالح بوجود عراقيل في طريق الحل المنشود وفقاً لخارطة الطريق التي أعدها الليبيون، وشدد في المقابل على ضرورة الالتزام بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. لا حل لقضية ليبيا إلا الانتخابات من الشعب الليبي ومباشرة من الشعب الليبي دون أي محاولات أخرى للانتخاب به. الرئيس عندما ينتخب من الشعب الليبي يكون لديه الشرعية من كل الشعب الليبي، يكون رئيس لكل الليبيين وليس لمجموعة من مجلس النواب أو من مجلس الدولة أو من أي جسم آخر، هم من يختارون الرئيس. من عاصمة إلى أخرى تنتقل الأزمة الليبية بحثا عن مخرج، فزيارة الرئيس البرلمان الليبي للمغرب جاءت غدا انتهاء النسخة الثانية من مؤتمر برلين بشأن ليبيا. المشاركون في جولة الحوار الدولية أجمعوا على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وعلى النحو المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي. كما شدد المؤتمر على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الساحة الليبية بما يسمح للليبيين بلملمة فوضى سنوات الأزمة.